الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله يا على الصلاة. الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والله يا إخوان، هذا خراب. الحاصل أن هذا المسجد أصبح يعني عبئا في الوقت الذي كان يمكن أن يكون يعني ملاذا للذاكرين الساجدين العابدين. أسأل الله تعالى العافية. إن هذا المسجد يئن ويشتاق لقراءة القرآن، ويشتاق للذكر ولإقامة الصلوات، وهذه الصومعة التي تشتاق إلى الأذان. نسأل الله تعالى له الفرج، نسأل الله تعالى له الفتح القريب إن شاء الله. سواك يا رحم الراحمين، ربنا اسعى رضاك يا رحم الراحمين. سواك يا رحم الراحمين، وقف إلى سواك يا أرحم الراحمين. وقف إلى يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. ولنا نسعى رضاك ولذاك واقف إلى يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. ربنا نسعى رضاك ولذاك واقف إلى يا أرحم الراحمين. ربنا الحراب ما فيش مترو، ما فيش مترو ديال العرض، ما فيش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما فيما يخص الوقفة، هذه الوقفة اللي دعينا لها كلجنة من السكان من الساكنة، لأن كل واحد هنا كيمثل نفسه. حنا اللجنة ارتأت، لأن بعد اللي كنقول لكم هذه 8 سنين تقريبا، وحنا كنتصلوا بالسلطات وكنتصلوا كنكتبوا وكتبنا للجهات المسؤولة وكتبنا العدد كثير، حتى من الديوان الملكي صيفطنا ليه رسالة. وما يخص الوقفة هذه، حنا واقفين لله، كنطلبوا بيت الله نصليو فيه فقط. كان من هذا المنبر كنطلب من صاحب الجلالة أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله حامل الملة والدين، يعطي الأمر ديالو باش يتم هذا المسجد. أما المسؤولين اللي حنا اتصلنا بهم من وزارة الأوقاف ومن المندوب ومن ما خلينا مندوب جهوي، دائما معاهم العمدة اتصلنا به. كذلك ما كاينش الجمعة، الناس مساكنة كيتمحلوا فيه. خلي رمضان، حنا الآن رمضان، لا حنا ولا النساء ديالنا،
لحنا ولا لسان ديالنا كنتكرفصوا في البرد وفي الشتاء وفي الغبره وفي هذا عباد الله. والمسجد ها هو غير 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 غير, غير داخلين ليه غير الشمكاره ليل نهار. ماشي اقامه حنا كنتمناو ان شاء الله يسمحوا لينا. هادشي اللي كنتمناو يسمحوا لينا نصليو فيه. انا كنت في جوجل المسجد كلشي شتي اللي بان كلهم صابرهم بحال هاد الشبيك هذا وخونوا لينا وخونوا لينا دابا بقى فيه حتى شي حاجه. خونوا لي 40 متر ديال الكرياج داو اللي صابوا اللي صابوه غير المحسنين. رغم ذلك انا غير كنقول لك على انه راه حنا اللي كيهمنا هو بيت الله سبحانه عز وجل. لولا بيت الله ما تلقناش واقفين هنا، ما جيناش نطلبوا شي حاجه الا بيت الله خصو يكمل. عدد ديال الاقامات اللي كاينين هنا ما عندهمش مسجد، فلهذا تنطلبوا من السلطات المعنيه بالامر باش تسرب هذا المسجد هذا وتبنيه، لان الناس والمصلين هم المتضررين رجال ونساء. هاد الوقفه وهاد الحضور وهذا راه كي هو عنوان على ان الناس متعطشه باش تصلي في هذا المسجد. حنا كنوجهوا النداء ديالنا لوزاره الاوقاف بالخصوص على اننا ما كيهمنا لا مشكل ما بينها وبين المقاول، المسجد خصو يخرج للوجود ونسديو فيه الصلوات المفروضه والصلوات المسجد. وزيد المشكل الاهم وهو وزاره الاوقاف ولا المسؤولين على الامن ولا سميتو خصهم يشوفوا هذا الشيء اللي كيطرى في هذا المسجد. اللهم ان هذا منكر، فيه الفساد، فيه تخافوا شي نهار يكون شي مصيبه شي ذبيحه ولا شي قتيله ولا شي حاجه. واش حاجه كذا القوانع كيطلعوا حتى للسبعه الفوق الدراري هنا يوميا دوك الفيسيات حاشاكم كلشي مكرفس، المسجد كله تكرفس. ايا بغينا نقيوه ما كاينش اللي خلاك، وجميع السلطات توصلوا ولكن بدون يد. المسجد حدانا ما بيناتنا خطوه بيننا وبينه، ما عرفناش علاش. نطلبوا من الله والمسؤولين يديروا شي حل لهذا المسجد، وتمنينا في هذا رمضان ان شاء الله نصلوا فيه. غير هذا المسجد هو دابا 6 سنين هو هكا واقف، وحنا كنديروا غير خزانه في رمضان وكنتمحنوا. الله يجازيكم بخير، لا منظروا لينا بعين الاعتبار، الله يجازيكم بخير. وفي المسجد كنديروا الدروس كتخشاو غير في واحد الريدو مزاحمين، كنطلبوا منكم تعاونوا معنا. الله يجازيكم بخير كاع المسؤولين، خلينا نعودوا بعدا نقراو شويه هنا. وكاينين الاميين وكاينين الناس. انا راه سنين هادو محروم من هاد المسجد هذا، راه كنصليو غير في الحوانت وداك الشيء الى اخره، راه من العار باش يكون هذا ويتوقف المسجد على التكمله مده 6 شهور. حنا كنطلبوا منهم يلبوا الرغبه ويكملوا لنا المسجد ديالنا. نركز غير على 2 نقاط فقط. النقطة الأولى هو أن الناس كيعانيوا معاناة كبيرة في أداء الصلوات في حوانت هكا صغيرة ضيقة، ما توفرش فيها الشروط الصحية ومجموعة من الأشياء باش الناس يؤديوا هذه العبادة هذه في خشوع وفي أمان إلى غير ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، توقف بناء هذا المسجد عنده تبعات كثيرة. من بين هذه التبعات أولا هو هجوم المتسكعين واللي بدون أوى إلى غير ذلك لداخله، وهو راه تقريبا من 2012 وهو متوقف. بالتالي هؤلاء المتسكعين وغيرهم المتشردين راه ولاو كيمثلوا خطر على الساكنة تاع الأحياء، ما فيها حي الشباب، الودايا، المنار إلى غير ذلك، وخايفين من العواقب أن المسائل تأخذ شي منحى آخر. بلاغ استنكاري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. إن ساكنة الإقامات المجاورة لمسجد الشباب المتواجد بتراب عمالة عين سبع، وبعد المعاناة لمدة تفوق 20 سنة، ونحن نقوم بتأدية الصلوات المفروضة بمصليين هما عبارة عن دكانين ضيقين، يقع الأول بشطر دال حي الشباب، والثاني بمجموعة بن خلدون، وهو ما يتنافى مع الرغبة الملكية الشريفة في رعاية الشأن الديني بالوطن. استبشرنا خيرا بعد قرار وزارة الأوقاف الموافقة لبناء هذا المسجد سنة 2012، غير أننا تفاجأنا بتعثر وتوقيف الأشغال، مبررين الأمر بشكل قائم بين الوزارة المعنية والمقاول، وذلك سنة 2016، مع العلم أن الاتفاق كان على أن يكون جاهزا
في مدة 18 شهر، مما اضطر بعض الغيورين التحرك لمراسلة جميع المسؤولين كل حسب اختصاصه، غير أن التكتم واللامبالاة والمبررات الواهية وعدم الاستجابة لمطالب الساكنة هي النتيجة المحصل عليها دائما. ولهذه الأسباب تقرر سلك جميع الطرق المتاحة لإبلاغ أصواتنا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الوطنية والخاصة، ليتقرر مؤخرا تنظيم وقفة احتجاجية تتلوها وقفات مسترسلة إلى حين تلبية مطالبنا المتمثلة في: أولا، الحفاظ على سلامة وقدسية المسجد من تصرفات بعض المتشردين وعديمي الضمير لما يقومون به من أفعال لا أخلاقية يندلها الجبين. ثانيا، تقديم توضيح شامل ومعقول من طرف وزارة الأوقاف. ثالثا، السماح للساكنة بتأدية الصلوات المفروضة وصلوات التراويح إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك. الإسراء بحل هذا المشكل في أقرب وقت ممكن. خامسا، الجلوس إلى طاولة حوار جاد وفعال. سادسا، طلب فتح تحقيق في الخروقات التي عرفها تشييد المسجد. وأخيرا، نشكر على كل من حضر إنجاح هذه الوقفة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بلطف أعلى تمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فلا يعقل أن هذا المسجد كيدخل ليه أي متسكي أو أي نقولوها بالدارجة شمكارة ولو يدخلوا هنايا، وعملية حتى أن لقينا هنا البزاطم ولقينا بطاقة ديال زعما داكشي كارثه والاوساخ وهذا. فلا يعقل ان هاد المتسكعين يدخلوا، والناس الساكنه اللي باغيين يدخلوا المسجد وينقيوه ويصليوا فيه انه يتقال لهم هذيك بان القضيه في المحكمه ويتمنعوا. حنا ساكنه ديال حي الشباب، حي ديال البوليس، مضرين بزاف 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 صراحه مع عدم استكمال هذا المسجد. وحنا كنطالبوا السلطه المعنيه انهم يقوموا بالواجب ديالهم. هذا مسؤوليه الجميع، ماشي مسؤوليه ديالنا، مسؤوليه ديال الدوله، مسؤوليه ديال الوزارات، ديال الوزاره المعنيه. وحنا مضرين السكان راه ماشي اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره وحنا كنطالبوا بهذه المساله. هذه راه وصلنا لواحد المساله صراحه، لان ولات دابا اجباريه. يعني شنو فين اش غنديروا، فين غادي نوصلوا زعما هذه المساله هذه؟ اذا كنطالبوا الناس اللي عندهم الحق باش انهم ياخذونا الحق ديالنا. حنا كنتواجدوا الان في قلب المسجد اللي موقفين فيه الاشغال هذه تقريبا ما يزيد عن 4 سنوات. المهم ان الساكنه ديال الشباب هي تتضرر من التوقف ديال الاشغال، بحيث جميع الصلوات لا ديال رمضان ولا ديال الجمعه فكيعانيوا منها، على اساس ان البعد ديال المساجد او قيام او كيف ينسبوا خيام لاداء صلاه التراويح. لهذا كنجد السلطات والمعنيين بالامر على اساس انهم يحاولوا ما امكن يسرعوا ولا يرفعوا اليد ديالهم عن هذا المسجد، ويخليوا المحسنين على اساس انهم يتموا الاصلاح ديالو. السكان ديال حي الشباب كاملين جميع الاقامات كنطالبوا السلطات والمعنيين بالامر وخاصه وزاره الاوقاف باش يقوموا باستكمال ديال البناء ديال هذا المسجد،
اللي متوقف تقريبا 8 سنين هذه على والو، ولا بيت الله معرض للمتسكعين والمتشردين كيجيو ينعسوا فيه، ولات واحد الظاهره خطيره على السكان هنايا، وحنا كسكان كنخافوا من الوليدات، ولاو كيطلعوا المتسكعين حتى للسمعه الفوق، شي نهار يطيح شي واحد يموت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ألف مبروك رفعوا يدينا، نسأل الله عز وجل يسر أمر هذا البيت، نسأل الله عز وجل يسر أمر هذا البيت، نسأل الله عز وجل يسر أمر هذا البيت.